مشاهدينا الكرام، للتعليق على هذا الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف من اسطنبول رئيس الهيئه السوريه للانقاذ الدكتور اسامه الملوحي. اهلا بك دكتور اسامه. بدايه، انباء عن جرحى باطلاق نار من النظام على حافلات مهجري الغوطه، ما تعليقك على ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هؤلاء نطلق عليهم لقب الشبيحه، هؤلاء لديهم احقاد دفينه، حتى عندما يعني النظام يضطر الى صفقات او الى اتفاقيات فان هؤلاء بعلم النظام يقومون بهذه الخروقات وبهذه التصرفات المذلة الحقيقة لأهلنا. ونحن عندما نتكلم ونقول أن المستهدفون في سوريا هم أهل السنة والجماعة، نحن نتكلم عن واقع، وهذا الواقع مريض عبر 50 سنة، ليس اليوم، ولكن اليوم هو مفرط وهو ساخر وصارخ مع يعني تأييد دولي بهذه القضية. أهل السنة والجماعة اليوم باللفظ بالمصطلح بهذا المصطلح ذكروا من قبل الأمريكان ومن قبل الروس بأنهم هؤلاء يعتبرون بشكل أو بآخر غير مفضلين وغير محددين لدى هذه الدول التي هي دول اليوم معتدية، دول يعني كإدارات لا يهمها إلا. ولكن دكتور أسامة إذا سمحت لي، اتفاق التهجير جاء بضمانات روسية، يعني مع إطلاق النار المتكرر على حافلات المهجرين، ألا يدل هذا على عدم سيطرة الروس على الميليشيات على الأرض، أم أنها هي التي ترغب بحدوث هذه الخروقات؟ هذه الخروقات دائما هي موجودة ضمن الفراغات والمسموح به لدى الروس ولدى النظام. هذه الأمور معلومة لدى الروس وهي تترك هكذا لمزيد من الذلة، مزيد من الاضطهاد. وأعود وأكرر أن كل ما ذكر في تقريركم وهو تقرير دقيق للغاية، وهذا أمر يعني تشكرون عليه، هذا الأمر يجب علينا أن نفهم أن المستهدف فيه هم أهل السنة والجماعة. ويجب أن يضيف تقريركم بأن محيط دمشق الذي هو محيط فيه هذا العدوان الثوري اليوم بالتغيير الديموغرافي سيكون محيط صفوي، محيط صفوي لإيران فيه اليد الطولة مع موافقة من روسيا وحتى من أمريكا. طيب، يعني مع ما يحدث لمهجري الغوطة والحديث عن اتفاق على إجلاء الجرحى من مدينة دوما، السؤال هو هل ما زال الثوار يثقون بالروس؟ هو هذه المهزلة حصلت عندما يعني كانت ثورة علوش، هو الحقيقة أول من سن هذه السنة السيئة باعترافه بأن الروس يمكن أن يكونوا ضامنين أو وسطاء، فضلا عن أنهم رعاة يرعون الاتفاقات وهم العدو الحقيقي، لأنهم هم القوة الغاشمة المفرطة التي استخدمها النظام باتفاقيات وعقود وإلى ما هنالك، وهي العدو الذي غير يعني من المعادلة على الأرض، المعادلة العسكرية والميزان رجح لصالح النظام، هذا النظام الفاشي، من خلال الروس فقط. حتى الإيرانيين لم يستطيعوا هم وميليشياتهم وأموالهم، لكن الروس هم الذين غيروا المعادلة على الأرض. لذلك الروس أعداء، والذي أخطأ الخطأ القاتل هو محمد علوش ومن معه عندما اعترفوا بالروس أنهم وسطاء، يعني فضلا عن أنهم رعاة لكل الاتفاقيات. هؤلاء أعداء ويجب التفاوض معهم كأعداء، ولكن هذا الأمر لم يحصل. واليوم يجني محمد علوش وهذه السياسة كلها مع الأستانات يجنون هذا يعني الحصاد المر الذي نراه اليوم في محيط دمشق. طيب، دوما تنتظر الاجتياح مع تجمعات عسكرية من النظام ومن حلفاء النظام، ما توقعاتكم لهذه العمليات؟ نحن هناك أمران مهمان للغاية فيما يتعلق بالصمود وإمكانية القتال وإمكانية إيقاع أكبر عدد ممكن من الخسائر في المرتزقة الذين يهاجمون المدن. هذا أمر أكيد أننا نستطيع أن نلحق خسائر هائلة في العدو، ولكن لدينا قضية المدنيين الذي العدو يشتغل على هذه القضية، إبادة المدن، إبادة المدن فقط. لدينا أرقام لا نستطيع أن نذكرها على الإعلام، كم سقط من المجاهدين وكم سقط من المدنيين. المدنيون بأكثر من 95% هم الضحايا، والثوار أصلا هؤلاء يعني يهمهم تماما شأن المدنيين، ولذلك هي الثغرة التي أتوا من خلالها وبموافقة يعني في تفرج من الغرب وكل الدول، يعني هي فاضحة، هذه الثورة فاضحة. تصبح باستمرار
كل الدول التي تدعي الشعارات الإنسانية وغيرها. الدكتور أسامة الملوحي رئيس الهيئة السورية للإنقاذ، كنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول، شكرا جزيلا لك.